بداية مع شيخ يوسف عبد الدايم، والله عز وجل ذكر كتير في القرآن الكريم آيات قرآنية كتير عن بر الوالدين، وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا كتير عن الأم بالذات، وذكرها 3 مرات، بعد كده تلاها بالأب مرة واحدة، ويمكن كلمنا في المواضيع دي مع حضرتك بشكل أو بآخر بشكل مستفيض. كمان المشكلة إن إحنا اللي إحنا بصددها النهاردة، البنت شايفة أو بتسأل، ده من نوع من أنواع البر، هل أنا لو ما استمرتش في طريقة التعامل مع أمي أكون عاقة؟ قبل ما أدخل في تفاصيل مع حضرتك ونبدأ نفصل المشكلة حتة حتة ونشوف البنت مخطئة ولا لأ، شكل البر عموما للبنات أو الولاد قبل الزواج بيبقى حاجة وبعد الزواج بيبقى حاجة تانية، ولا هو البر زي ما هو قبل الجواز زي بعد الجواز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يسأله عن أحق الناس بصحبته زي ما حضرتك تفضلتي، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. 3 مرات للأم ومرة للأب تأكيدا على حقها، لأن حق الأم كان مهضوم، وخاصة عند الأولاد الذكور، يعني الولد الذكر دائما ما يميل إلى أبيه وينسى حق أمه. فأكد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات على الأم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل حب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أو أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ثم بر الوالدين ثم جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فعشان إحنا بس ما نطولش في حتة بر الوالدين ونتكلم فيها، نعرف يعني إيه البر، وبعد كده هو هيوضح كل شيء بعد كده. البر هو جماع كل خير، أي خير تقدر تعمله هو مطلوب منك للأب والأم، هو جماع كل خير، أي خير في إيدك يقدم للأب وللأم فهو من باب البر. وهذا الخير القائم لما نقولش قبل الزواج أو بعد الزواج أو نيجي عند النقطة دي، نقول هو ممتد لما بعد الممات. ممتد لما بعد الممات يعني إيه؟ وصلة رحم لا توصل إلا بهما. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم عن بر الوالدين قال وصلة رحم لا توصل إلا بهما. الأم أو الأب توفاه الله سبحانه وتعالى، توفاه الله سبحانه وتعالى، وعنده أخت أو عندي صديقة كانت بتبر والدتي أو بتبر والدي، تمام؟ أو كان عندي مش عارف إيه. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصل أصحاب السيدة خديجة برا بها بعد هي وفاتها، بعد وفاتها. فلما نيجي نتكلم عن البر بنقول هو جماع كل خير، تمام؟ أي خير تقدر تقدمه لوالدك ولوالدتك أنت مطلوب به ومأمور إيه؟ ومأمور به بما لا يطغى على حقوق الآخرين. تمام، يبقى الجملة واضحة إزاي؟ يبقى دلوقتي إحنا بنقول إيه؟ بر هو جماع خير ثم إعطاؤه للأب والأم بما لا يؤثر على حقوق إيه؟ الأخر.